عباقرة العائلات ومباراة جميلة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. عائلة كساب 125، عائلة الضوي 55. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. ودلوقتي أول سؤال لعائلة الضوي. محمد، اتفضل يا محمد. هنشوف باش مهندس محمد هيجيب أول سؤال، موضوعه إيه؟ فنون. سؤال في الفنون. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. فنون. والسؤال هو، من هو الموسيقار المصري الراحل الذي قام بتلحين أغاني مسرحية ريا وسكينة؟ مسرحية ريا وسكينة مين؟ كنزي. سيد حجاب. سيد حجاب. بنسأل على ملحن. إجابة خاطئة، مش سيد حجاب. في إجابة؟ تخمينة. دوس على البازر. إجابتك كمال الطويل. كمال الطويل بعشرين نقطة. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الراحل بليغ حمدي. أنا كنت هقوله غيرته. إيه، كنت عايز تقولي بليغ حمدي الأول ولا إيه؟ وبعد كده غيرت. هارد لك. آسر، تفضل آسر. هنشوف السؤال الثاني لعيلة كساب، موضوعه إيه؟ لفة كاملة يا آسر، تفضل. سؤال في المعلومات العامة. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. معلومات عامة. والسؤال هو، ما هي الدولة التي طبقت سياسة مجانية المواصلات العامة لأول مرة في العالم عام 2020؟ لسه السنة دي. ما هي الدولة التي طبقت سياسة مجانية المواصلات العامة لأول مرة في العالم سنة 2020؟ ألمانيا. ألمانيا. لا، مش هي اللي طبقت مجانية المواصلات. إجابة خاطئة، مش ألمانيا. في إجابة؟ نخمن مش هنخسر حاجة. هو سؤال مش سهل الحقيقة، بس هي معلومة مهمة إن إحنا نبقى عارفين إن في دولة في العالم خلت المواصلات ببلاش، أي حد يركب المواصلات وخلاص. إجابتك USA. أمريكا. أمريكا طبعاً. إجابة خاطئة. أمريكا كل حاجة بالفلوس، أمريكا مفيش هزار. الإجابة الصحيحة لوكسمبورغ. السؤال الثالث، تفضلي كنزي. هنشوف السؤال الثالث لكنزي، موضوع السؤال ايه. معلومات عامة تاني. طيب السؤال المرة دي بتلاتين نقطة اعتقد ولا ايه؟ كده كده خلاص. معلومات عامة. والسؤال هو، عام 1960 تم افتتاح أول بث تلفزيوني في إحدى الدول العربية، فما هي؟ سنة 1960 تم افتتاح أول بث. محمد. مصر. مصر. دي إجابتك ولا هدية من بابا؟ بابا. هدية من بابا. بابا كريم جدا. محمد، سؤال بتلاتين نقطة، إجابة صحيحة. مصر هي الإجابة الصحيحة فعلا، سنة 1960 أول بث تلفزيون. كده النتيجة اتغيرت، 85 عائلة الضوي، 125 عائلة كساب. سيف، تفضل يا سيف. السؤال الرابع والأخير في الحلقة، هنشوف السؤال الرابع والأخير موضوعه ايه.
سؤال في الفنون. تمام. سؤال في الفنون، يا ترى بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. مش هنخسر حاجة، ندوس على البازر. فنون، والسؤال هو من هو المغني المصري الذي غنى تتر مسلسل سكة الهلالي؟ من هو المغني المصري الذي غنى تتر مسلسل سكة الهلالي؟ مدام دينا إجابتك؟ علي الحجار. علي الحجار بـ30 نقطة. في إجابة تانية؟ في إجابة تانية. مدام دينا إجابة خاطئة، مش علي الحجار. مدام سلوى. محمد الحل. محمد الحلو. قبل ما أقولك إجابتك صح ولا غلط، أفضل لاعب في ماتش النهاردة بـ60 نقطة دكتور أسامة. مدام سلوى الحلو إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة، مين عايز يعيش في كوكب تاني؟ مدحت صالح. بالظبط كده. الإجابة الصحيحة الفنان مدحت صالح. نهاية الحلقة. عيلة الضوي بشكركم جدا على الاشتراك. مبسوط يا محمد انك جيت، واحنا كمان مبسوطين انك كنت معانا. كلنا نحيي عيلة الضوي. عيلة كساب، ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الـ16. لعبتوا مباراة قوية، وعايزكم تستعدوا أكتر للماتشات اللي جاية، أكيد هتبقى أصعب. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقة النهاردة 210 نقطة، وكل نقطة ب 500 جنيه بما يساوي 105,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 750,000 جنيه من البنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. عيلة الضوي بشكركم جدا على الاشتراك. كلنا نحيي عيلة الضوي. عيلة كساب، ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الـ16. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.